ودع المنتخب المغربي كأس أمم أفريقيا بعد تسجيل خسارة مؤلمة أمام جنوب أفريقيا في ثمن نهائي المسابقة القارية المقامة في ساحل العاج حتى العاشر من الشهر المقبل ليلحق بمن سبقه من المنتخبات العربية هي الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا. المغرب الذي كان مرشحا للفوز باللقب بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم قبل نحو 14 شهرا أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط سفيان أمرابط لينهزم في آخر اللقاء بنتيجة 2-0. المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي قال إنه يتحمل مسؤولية الخسارة والخروج من كأس الأمم الأفريقية وأكد أن لاعبيه نفذوا كل التعليمات بالحرف. وضعيت المنتخب المغربي ورغم الهزيمة لم تكن أسوأ من منتخبي تونس والجزائر اللذين ودعا البطولة من الدور الأول في ظهور مخيب للآمال أثار حالة من الغضب الشديد لدى أنصار المنتخبين. وبعد منتخبي تونس والجزائر وفي دور 16 ودع منتخب موريتانيا البطولة بعد الخسارة بهدف أمام منتخب الرأس الأخضر، بينما ودع منتخب مصر البطل التاريخي للمسابقة بسبعة ألقاب بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. وتعتبر هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية هي الأسوأ في تاريخ المنتخبات العربية منذ وقت طويل وربما على مدار تاريخ البطولة. إذن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل أمين أتزيري الصحفي في قناة المشهد. أهلا فيك أمين. يعني نود أن نفهم منك يعني العديد من الأمور، يعني صدمة شهدها الشارع الرياضي أمس بعد خروج المنتخب المغربي من كأس أمم أفريقيا وهو آخر يعني المنتخبات العربية، بالتالي أسباب هذه الهزيمة خصوصا أنه كانت تلعب أمام منتخب ربما يقال أنه أداؤه متواضع هو منتخب جنوب أفريقيا، ما هي هذه الأسباب وبشكل عام عموما أسباب خروج هذه المنتخبات العربية؟ نعم لينا، كما قلت هي صدمة، يعني الجمهور العربي كان يأمل أن يمر على الأقل منتخبين إلى الدور، على الأقل نصف النهائي أو بلوغ منتخب عربي النهائي، ولكن للأسف جميع المنتخبات العربية خرجت. سنتكلم في البداية بالأرقام يلينا، هي خمس منتخبات شاركت في هذه البطولة: منتخب مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا. 42 نقطة هو عدد النقاط التي من المفترض أن تجمعها هذه المنتخبات في دور المجموعات، ولكنها جمعت 15 نقطة فقط. هو رقم ضئيل ربما يفسر ضعف وهزل أداء المنتخبات العربية في هذه البطولة منذ بدايتها. طبعا في هذه البطولة لا يوجد منتخب صغير أو كبير، شهدنا منتخبات صغيرة لينا أو درجة ثالثة كما يقال حققت إنجازات، على غرار منتخب ناميبيا الذي حقق انتصارا كبيرا على المنتخب التونسي والذي ضمن به التأهل إلى الدور القادم في تأهل تاريخي. منتخب ناميبيا سجل أول انتصار له في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية
ضد المنتخب التونسي. أيضا النقطة المضيئة الوحيدة ربما للعرب في هذه البطولة هو المنتخب الموريتاني الذي سجل أول تأهل تاريخي له للدور 16، لذلك ليس هنالك منتخب كبير أو صغير في هذه البطولة. سنتحدث عن المنتخب المغربي والذي ربما كان أداؤه أفضل بقليل من باقي المنتخبات العربية. المنتخب المغربي تأهل إلى الدور 16 برصيد 7 نقاط، يعني حقق أداء أو لعب بطريقة ممتازة بعض الشيء، ولكن الحظ لم يحالف هذا المنتخب، لذلك ربما ركلة الجزاء التي أضاعها أشرف حكيمي في أثناء المباراة ربما كانت تقلب الطاولة على المنتخب الجنوب أفريقي، ولكن للأسف لم يتأهل المنتخب المغربي. عموما هناك أسباب عديدة لعدم تأهل العرب، ربما أبرزها كان العامل البدني. شاهدنا منتخبات ضعيفة بدنيا جدا، المنتخبات العربية على غرار المنتخب التونسي الجزائري وحتى المصري لم تستطع مسايرة القوة البدنية التي ظهرت بها المنتخبات الأفريقية. ربما ذلك يعود يا لينا لضعف التجهيز، عدم التخطيط الجيد للمباريات الودية قبل المباراة، ربما الطقس أو الرطوبة تختلف من بلدان شمال أفريقيا إلى الغرب الأفريقي، لذلك لم تجهز جيدا هذه المنتخبات. تونس مثلا لعبت مباراتين وديتين في تونس، الطقس يختلف كثيرا عن الغرب الأفريقي لنا. أمين، يعني أيضا أريد أن أسألك أنه هل كثرة النجوم في الفريق نفسه هو عامل إيجابي أم سلبي للفريق؟ نتحدث يعني مثل منتخب مصر، الجزائر والمغرب. نعم طبعا، هو لدي كثرة النجوم في الفريق ربما له عدة عوامل إيجابية، ولكن سنتحدث عن السلبيات باعتبار يعني خروج جميع هذه المنتخبات من البطولة. ربما أستطيع حصرها في نقطتين أو 3 نقاط سلبية. النقطة الأولى هي عندما يكون اللاعب أكبر أو أقوى حتى من المدرب، هذا شاهدناه مع المنتخب المصري مع محمد صلاح، أيضا مع رياض محرز الذي لم يسجل حتى هدف وحيد في هذه الدورة ولم يعطي حتى تمريرة حاسمة، أيضا يوسف المساكني في المنتخب التونسي، محمد صلاح في المنتخب المصري. ممكن كبر أو وضعف خاصة شخصية بعض المدربين العرب على غرار جلال القادري المدرب التونسي الذي ليس لديه أي تاريخ كلاعب أو حتى كمدرب، لم يحقق إنجازات. ربما نجومية هذا النجم ربما تؤثر سلبا وتعطي عدم التوازن داخل غرفة الملابس. نقطة ثانية نستطيع القول أن عندما يكون الربح أو الخسارة يعني تقع على كاهل النجم، شاهدنا مثلا رياض محرز وهو نجم كبير في عدة فرق في مانشستر سيتي والآن في الدوري السعودي، رياض محرز ربما كان مكبلا لم يستطع تقديم أي شيء، ربما كبر أو عندما تقع يعني كاهل المباراة أو نتيجة المباراة على عاتق هذا اللاعب. أيضا محمد صلاح لم يقدم أي شيء، علي معلول الذي يكاد يكون أسطورة في الأهلي المصري لم يقدم المرجو منه في المنتخب التونسي، لذلك ربما كل هذه العوامل. كذلك شاهدنا أو ربما النقطة الثالثة السلبية عندما تكون هنالك مجاملات في استدعاء هؤلاء اللاعبين. طبعا هؤلاء اللاعبين يكونون ينشطون في الدوريات الأوروبية، العديد منهم ربما يكون على بنك الاحتياط، ولكن توجد بعض المجاملات في اختيار اللاعبين وعدم إعطاء الفرصة للاعبين في الدوريات المحلية. أمين، من تتوقع أن يظفر بلقب كأس أمم أفريقيا؟ طبعا لينا من طرائف هذه البطولة أنه حتى الذكاء الاصطناعي لم يستطع تكهن الفائز. مثلا موقع أوبتا للإحصائيات تكهن المنتخب السنغالي بنسبة كبيرة أن يفوز بهذه البطولة، ولكن السنغال خرجت من الدورة 16. أيضا تكهن أن تفوز مصر والجزائر والمغرب بهذه البطولة بنسبة أقل، ولكن هؤلاء المنتخبات أيضا خرجوا من البطولة. ربما نسبة أقل في المرتبة الثانية جاء منتخب ساحل العاج الذي لا يزال في هذه البطولة، ولكنه عانى كثيرا منذ الأدوار الأولى. المنتخب ساحل العاج يعني كاد أن ينسحب أو أن يخرج من هذه البطولة لولا فرصة الثالث أو الأحسن الثالثين يتأهل. ربما يكون الحصان الأسود، البطولة تقام على ملعبه في الكوديفوار، وشاهدنا عبر تاريخ كأس الأمم الأفريقية دائما المنظم في الأغلب الحالات يفوز باللقب، لذلك ربما تكون ساحل العاج ربما يكون الرأس الأخضر والذي كان الحصان الأسود كذلك في هذه البطولة واستطاع تحقيق مفاجأة كبيرة، لذلك ربما أحد هذه المنتخبات يستطيع ربما الفوز بهذه البطولة. طيب، بالحديث عن وسائل، يعني هناك وسائل إعلام تتحدث عن إقالات واستقالات لمدربي المنتخبات أمين العربية بعد خيبة الأمل، يعني ما مدى صحة ذلك؟
طبعا المنتخبات والاتحادات الكرة في تعاقدها مع المدربين يرتبطون بعقود أهداف، ما نسميه بعقود أهداف، وهو أن يلزم الاتحاد المدرب بتحقيق هدف معين كالتأهل لنهائيات كأس العالم مثلا، أو بلوغ الدور نصف النهائي من كأس أفريقيا المقام مثلا حاليا. لذلك عندما يفشل هذا المدرب في تحقيق هذا الهدف، على غرار المدرب التونسي جلال القادري الذي وقع إقالته لأنه لم يبلغ نصف نهائي البطولة، وأيضا جمال بالماضي وقع إقالته كذلك أو وقع فسخ التعاقد معه، كذلك الاتحاد المصري والاتحاد نعم. طيب أمين، يعني أنا أشكرك زميلنا أمين تزيري طبعا الصحفي في قناة المشهد، ودائما نشكركم مشاهدين على هذه المتابعة. إلى هنا تنتهي المشهد الليلة، في أمان الله.